السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فيديو جديد. كيفكم؟ إن شاء الله تكونون طيبات وبخير، إن شاء الله صحة وسلامة. الأجواء عندنا ما شاء الله في الرياض، لازم أعطيكم تقرير عن الأجواء. الأجواء في الرياض هالأيام ما شاء الله مرة ساحرة، تجنن تجنن تجنن، يا أما زي كذا يا بنات غيم أو أمطار، وخير يا رب لك الحمد والشكر. اليوم عاد في الفيديو بشارككم طريقة مضغوط اللحم بالقدر الكهربائي، وآخر الفيديو راح يكون بدون مونتاج ولا شيء، أنا وسونا تسوي كريب. المهم بالبداية هنا يا بنات، لما يكون الرز بسويه بالقدر الكهربائي، أنا ما نقعه، غسله فقط، غسله زين وأخليه زي ما انتم شايفين بزبدية، وبعدين سلقت اللحم شوي وجهزت الخضار وجهزت البصل وجهزت كل شيء، وأخذت بما انكم كثير منكم قالوا لي عن فوائد المرق ومدري ايش مرق اللحم، فشوفوني ها سمعت كلامكم وما كبيت مرقة اللحم، راح احطها على الرز. اول حاجة كشنت البصل، طبعا ما كان عندي زيت زيتون مخلص، ولا انا لا ما استخدم الا زيت الزيتون للطبخ، لكن صار مخلص واضطريت استخدم الزيت العادي. ابى اخليه شوي يتكشن. في بعض النقاط المهمه اذا كنتي بتسوين انت بالقدر الضغط الكهربائي، لاحظت كثير يعني قالوا لي انها لما يسوون الرز او المكرونه انه يعجن. اذا ما بغتوا بناتي يعجن، طبعا هو القدر الكهربائي لما تسوين فيه الطبخه ويخلص الوقت هو يحول نفسه على تسخين. إذا حول نفسه خلاص على وضع التسخين، لا تخلين الغطاء مسكر، افتحيه، لأنه بكذا يعجن الأكل، سواء الرز أو مكرونة أو أي شيء، لأنه يطبخ زيادة. لكن إذا خليتي الغطاء ما تسكرين، يعني يصير الغطاء متغطى القدر لكنه ما يتسكر، فهو خلاص يصير على وضع التسخين لكن من دون ما يعجن لك الأكل. بس حبيت أفيدكم بهالمعلومة. الحين كشنت البصل وحطيت عليه اللحم، وراح احط عليه البهارات، وحط شوية معجون طماطم. طبعا انا دايما اجيب بهاراتي من الحميضي، احب بهاراتهم صراحة مرة ممتازة، نظيفة ما شاء الله ومعقمة بعلب مسكرة، يعني مرة حلوة. اخذ منهم تقريبا كل البهارات، واخذ بعد منهم القهوة يحمسونها لي ويطحنونها، انا مره متعامله معاهم. خلاص زي ما انتم شايفين طبخت اللحم، حطيت شويه معجون طماطم، وبعدين راح اضيف عليه احركه شوي، لان لما تشوحينه شوي مع معجون الطماطم يعطي نكهه مره حلوه. الحين راح احط شوي المرق، طبعا كمية الموية اللي تحطونها على بالعادة، يعني انت بالقدر العادي كمية الموية، بالقدر الكهربائي تقللينها اكثر، لانه يكون يطبخ بالبخار اكثر شيء يعني، فما يحتاج موية كثيرة. الحين بضيف الخضار، حطيت شوية بطاطس وحطيت قرع وفلفل حار، بخليه شوي بس لحد ما يفور، وبعدين راح أضيف عليها الرز وأسكر عليه القدر. خلاص اليوم بدأ الحين يفور، بحط عليه الرز. الرز أنا أستخدم رز الوليمة، مع أن سبحان الله تغير شوي رز الوليمة، ما عاد زي أول، لكني أنا بتلت يعني، أنا صراحة أحب رز الوليمة، ما أحب أغيره صراحة. خلاص الحين أضفت الرز، وراح أحركه شوي وأشوف إذا كان يحتاج أزيده موية أو لا. خلاص أشوف أنا الموية أنها مرة مناسبة وما يحتاج أني أزيده زيادة. خلاص انا الحين بسكر القدر واحطه على وضع الرز اللي هو 15 دقيقة.
خلاص خليت الرز يطبخ وأنا رحت أغسل المواعين. طبعا كانت غسالة الصحون أصلا تشتغل مشغلتها، وطبعا أنا ما أصبر صراحة، قلت خلاص بس خلنا أغسل المواعين الباقي على يدي، لأني ما أحب أبدا أن يكون في مواعين متجمعة بالمطبخ. دائما أنا يعني هذا من الأسباب اللي مخلي الحمد لله المطبخ عندي دائما نظيف، أني على طول أستخدم الشيء أغسله على طول، ما أخلي شيء أبدا بالمغسلة. فقلت من بصابر لحد ما تخلص غسالة الصحون واروح احط عليها مرة ثانية، لا خليني اغسلهم بس اسرع مدى مني موجودة اصلا بالمطبخ. الحين خلص الوقت حق الرز وراح نفتحه مع بعض. وهذه ما شاء الله الكبسة مرة ما شاء الله طلعت روعة، والرز ما شاء الله مفلفل ويعني على قولتهم رويان، لا هو حب ولا هو معجن. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل ما أنعم به علينا من النعم. إذا كنتوا جداد على القناة حبيباتي لا تنسون الاشتراك، تفعيل زر الجرس، لا تنسون تدعمون فيديوهاتي بلايك، الله يسعدكم. الحين عاد آخر الفيديو راح يكون مع وسون الله يصلحها، الله يعينكم على الإزعاج. بتسوي كريب. لأنه ده تقريبا ملعقتين سكر تقريبا، يعني ما نكثر. أيوة لأن ملعقة صغيرة. بعدين بيكنج باودر. لا لا ما في بيكنج باودر، نسيت أنا. إلا إلا في يلا يلا فانيليا فانيليا. الحين فانيلا. يلا تحركيهم بعدين اضيف عليهم الدقيق. حط كذا. ايوه نحط فانيلا بس نكثر الدقيق. شوفي هذه، لا اول شيء حركي وبعدين حطي الدقيق. صح. يلا يلا حركي. لا ما كثرنا، حلو شوي شوي حلو. ايوه نزيد بعد حليب، لازم هو يصير شوي سايل. لا احس بديل. لا والله زين، تصدقين زيد زيد الحليب. يلا 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 احرك انا. لما احرك خلاص هذا الخليط جاهز، نجرب واحدة نشوف إذا كان يحتاج زيادة حليب ولا لا.
لا لا زينة. يلا حبي نحط النوتيلا. أبي أقطع أقطع. ليه؟ يما أبي أقطع. شلون؟ كذا هي نقطع صغيرات مو مربعات كذا بالطول. صغير. عادي؟ بعد يعني؟ خلاص. كثري. بعدين انتي بتحطين فوقه. كل زين. لا تكثرين مرة أجل. يعني بكثره. بس أهم شيء يكفي. يلا وين صحنت؟ هذا هو. عادي عادي عادي. صحن. عاد دائما أول واحدة ما تكون مرة، الحين عاد الثانية نظبطها. حطي لي تصعد زيادة نوتيلا إذا كنتي حابة. والحين ضبط واحدة ثانية. طبعا بس أول مرة دهن ال اللي باخذ كلهم يما خليه جوا مرة بعدين تهليه يلا شوفي ما انا بفتح لك اياكي